السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا محمد الصابر. أهلا بك يا أخي ثائر، كيف حالك؟ طيب، هل سمعت ما قاله المحكمة السورية عن شيخك العرعور قائد الثورة السورية؟ وطلع الرجل كان حاجبة. يا ثائر، يا ثائر، نعم، نحن نتحدث عن سوريا. إذا كان لديك ما تدلي به في سوريا وتقول شيئا سواء مع سوريا أو ضد سوريا أهلا بك، أما أن تضيع وقت القناة ونحن نتحدث في موضوع معين وما تريد أن تعرضه له برامج أخرى وحلقات أخرى. تفضل يا أخي، لك الوقت إذا كان الشأن يخص الأبطال في سوريا، تفضل. نعم، أنا مع كل مظلوم سواء كان في سوريا أو في البحرين، ومع كل قطرة دم تطالب بالحرية، لأن الإمام الحسين عليه السلام هو أول من رفع راية الثورة ضد الطغاة. نعم. وأما مسألة أن تقود الثورة السورية مجموعة من الذين يعني يناصرون ويمدحون الطغاة فيما سبق وفي حاضر. طيب طيب يا سائر، هؤلاء الذين، أنا معك، أنت دلوقتي عملت مقارنة ما بين البحرين وسوريا، ما هو وجه الشبه؟ تفضل. الشعب في البحرين طلع كله شيعته وسنته يقولون وحدة شيعية سنية تطالب بالحرية، تريد أن تبدل هذا النظام الذي يحكم منذ 250 سنة. أما الشعب السوري فإن الأيدي التي تدعمه لا نعلم من هي، تيارات، يعني تقصد أن الشعب السوري كله عملاء وخونة؟ لا لا لا، لم أقول هكذا. أنا مليه. لا أقول ولا أمدح بشار الأسد ولا أريد أن أكون في المقام المدافع عنه، ولكن من يمد هؤلاء؟ من يدعمها؟ قنوات التي تدعم هؤلاء. طب انا عندي رد عليك اخي سائر، اخي سائر انا عندي رد. نعم. عليك، انت واضح عليك النهارده هادئ كده الطباع والسريره، يعني البحرين حينما خرج يعني البحرينيين للتظاهر خرج يعني ثلث المجتمع البحريني وكان يحمل احزاب حزب الله واحزاب ايران. يا رجل، اما في سوريا لم نجد علما غير خلاف العلم السوري، يعني اذا المقارنه باطله هنا. الأمر الآخر، طيب، خرج البحرين كانت ثورتها طائفية شيعية، لم يكن السنة معهم في صف واحد، أما في سوريا الشيعي مع الدرزي مع العلوي مع الأرمني مع المسيحي مع الأشوري مع السني، كلهم يقولون واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. يعني أما في البحرين خرج الشيعة وقتلوا إخوانهم السنة وقطعوا لسان يعني مؤذن سني، وعندي على الجوال الآن أعرضها لك على الشاشة، لأني سافرت البحرين مكثت بها 15 يوما خلال الأحداث نفسها، قمت بالتغطية توثيق صوتا وصورة للإعلام العالمي وللتاريخ، واخد بالك. أما في سوريا لم نجد يعني سوري يقتل سوري، لم أجد الشيعي في سوريا يقتل السني ولا العلوي يقتل الدرزي، يعني كلهم ائتلفوا. فسيفساء سوري خرج ليقول لهذا الظالم بشار الأسد ارحل عن بلادنا أنت وحزب البعث الذي كفره الخميني، فالإمام الخميني قال عن البعثيين إنهم كفار، كذلك الإمام الخميني ومن بعده علي الخامنئي الولي الفقيه قال عن العلويين إنهم كفار. نحن لا نكفر أحدا، إنما نقول فسيفساء سوري الكل في صعيد واحد خرجوا يطالبوا بالكرامة والحرية، فليس هناك وجه المقارنة بين البحرين وبين سوريا، فسوريا ثورة شعب والبحرين ثورة طائفة. تفضل. طيب محمد الصابر، نعم، أنت إعلامي وتعلم ما يحدث في المونتاج من أنه هذا سن من هذا السنة وقد قطعوا لسانه، وأنت إعلام وتعلم ما يحدث في المونتاج، ولكن السؤال الذي أطرحه الآن لك، ابن باس كفر حزب البعث وبعد ذلك. أنا لا أسأل يا سائر، أنا بكلمك دلوقتي عن سوريا، لديك ما تقوله في سوريا لا تدخلني في ابن باز. نعم، نعم، ويبني ابن عثيبيين وكذلك هؤلاء علماؤنا سادتنا. نعم. كبراءنا، نحن طيب. نسير خلفهم ما داموا ملتزمين وما دام كتبهم لم تخالف التوحيد الصافي طيب. الصحيح من خلال القرآن الدستور الأول والسنة. أنا طيب. دلوقتي بكلمك، عندك أيوة. حاجة عن سوريا تاني؟ أنت قارنت بين سوريا نعم والبحرين. نعم، نعم، ادخل في جزئية أخرى. عندي حاجة أقول للشعب السوري، أيها الشعب السوري، طالب بحقك، طالب بحريتك، لكن لا تجعل الشيخ العرعور هو الذي يقودك، وقناة الدنيا قد كشفت حقيقة العرعور قبل يومين في الأخبار، وبينت من هو الشيخ العرعور وماذا فعل في الثمانينات بالشعب السوري وماذا قام من أعمال، وهذه رسالة للشعب السوري. وأقول لهم إن كان بشار الأسد يحقق لكم مطالبكم فهو أفضل من سلفي وهادي عميل للمملكة السعودية، والسلام عليكم. طيب شكرا لك يا أخي سائر،
ويعني بشار يطالب يحقق مطالب الشعب السوري من خلال كلام أخونا سائر. طبعا هو قال اسمي أمان، لكن احنا أصبحنا نحفظ هذا الرجل لأنه يعني هناك إحدى الحوزات يجلس فيها وتموله تليفونيا لكي يتداخل معنا، ويعني هو أخ شقيق وأخ فاضل، ونحن نرحب بأرائه ونرجو ألا يكون يعني متعصبا لفكره وعقائده. إنما الإسلام قال لا فرق لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى والعمل الصالح. والتقوى والعمل الصالح منبعها ومصدرها ويعني أصلها وأساسها القرآن الذي ما فرطنا فيه من شيء، وهو تبيان لكل شيء، تبيانا لكل شيء. معنا أم طارق. ألو، يا أم طارق السلام.